بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم عبد الله رخا، ومعانا النهارده فيديو جديد وهنتكلم فيه عن شركة نوكيا والموبايل الجديد اللي اعلنوا عنه النهارده. طبعا انا لسه مخلص حالا تصوير فيديو جديد مع احمد شريف اللي هو قناته اي اس تك. الفيديو ان شاء الله هينزل على قناة احمد قريب جدا. كنا بنتناقش فيه يعني عن تسريبات الجالاكسي اس 8 الجديد، وان شاء الله الفيديو يكون حلو ويعجبكم. اول ما ينزل ان شاء الله على قناة احمد هسيب لكم اللينك في الاي اللي هتظهر على اليمين بقى وعلى الشمال ايا كان. المهم خلينا في موضوعنا بقى، وهي شركة نوكيا. شركة نوكيا طبعا تاريخها عريض جدا ومش محتاج ان انا اعرفكم عليها اصلا. شركة نوكيا كانت من اقوى الشركات واضخم الشركات واغنى الشركات في العالم من 5-6 سنين كده، ايام ما كانت بتعمل لسه الموبايلات العادية مش السمارت فون. بعد ما دخلت في مجال السمارت فون وعملت موبايلات وغيرت النظام بتاعها وقررت ان هي تعمل نظام مستقل غير الاندرويد يعني وكده، بدأت بقى تدخل في طريق الفشل واحدة واحدة لحد ما معناش بنسمع عنها نهائي، وبدأت شركات تانية تكبر بقى زي شركة سامسونج وشركة واوي وشركة ابل والشركات اللي بتنزل سمارت فون حاليا. المهم من غير رغي كتير، شركة نوكيا اعلنت عن النوكيا 6، وده هيكون الموبايل اللي بتستهدف بيه الفئة المتوسطة. طبعا في موبايلين تانيين هينزلوا قريب اللي هما الفلاج شيب يعني من شركة نوكيا اللي هما اقوى الموبايلات بتاعتها وكده، اللي متوقعين ان شركة نوكيا تعلن عنهم في شهر فبراير في معرض الام دبليو سي. سمعنا تسريبات كتير جدا عن النوكيا 6 اللي هنتكلم عنه النهاردة والموبايلين التانيين اللي لسه نوكيا ما اعلنتش عنهم. وحاليا نوكيا اعلنت عنه بشكل رسمي بمواصفات ممتازة جدا جدا، ممكن تخليه من افضل الموبايلات في الفئة السعرية المتوسطة. يمكن ناقصه شوية حاجات، لكن طبعا ما تتوقعش ان هي تدخل بكل قوتها يعني في اول مرة. هي بتمهد لنفسها الطريق علشان تبدأ ان هي تشد الناس ليها من الاول وكده، فبدأت باستهداف الفئة المتوسطة. المهم خلينا نتكلم عن مواصفات الموبايل على طول. مواصفات النوكيا 6 اللي بتستهدف بيه نوكيا الفئة المتوسطة، بيجي بشاشة 5.5 انش بدقة 1080x1920 Full HD. طبعا انا شايف ان الشاشه كويسه جدا بالنسبه للموبايل بالسعر ده، هكلمكم عن السعر في اخر الفيديو ان شاء الله. سعر الموبايل من رايي ممتاز جدا جدا، ما اقدرش اقول عليه اي حاجه، سعره يعني رخيص. هكلمكم عن السعر في اخر الايه في اخر الفيديو. الموبايل بيجي بمعالج سناب دراجون 430 ثماني الانواع. المعالج الى حد ما شايفه ضعيف وقدم يعني، تقريبا نازل بقاله سنه، لكن مقبول على موبايل بالسعر ده بصراحة. وغير كده الموبايل بيجي مع 4 جيجا رام وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بالسعر ده. مستحيل يا جماعة، أول مرة في حياتي أشوف موبايل بالسعر ده بيجي ب 64 جيجا، غير الوان بلس وان اللي معايا ده أو كذا موبايل قليلين جدا في السوق يعني. فبصراحة شايف إن دي حاجة ممتازة جدا جدا إن هي قدرت تاخد الخطوة دي إن هي تنزل 64 جيجا و 4 جيجا رام بالسعر ده. اما بالنسبه للكاميرات فالموبايل بيجي مع 16 ميجا بكسل في الكاميرا الخلفيه و8 ميجا بكسل في الكاميرا الاماميه، ودي حاجه كويسه جدا برضو ان احنا نشوفها على موبايل بالسعر ده. يعني مثلا شفنا الواوي نوفا بلس بيجي مع نفس الكاميرات تقريبا، وسعره تقريبا حوالي 6000 جنيه حاليا، فبصراحه يعني مش هنقدر نقول الا برافو نوكيا. الموبايل برضو بيجي ببطاريه بسعه 3000 ملي امبير، شايف ان هي مش كبيره قوي على شاشه 5.5 انش فول اتش دي، لكن الى حد ما هتديك اداء مقبول يعني مثلا من 4 ساعات ونص لخمس ساعات سكرين اون تايم، فده كويس بالنسبه للسعر اللي نزل بالموبايل. نوكيا برضو اضافت شويه مميزات في الموبايل كده ممكن تخليك تشتريه عن اي موبايل تاني، زي ان هي مثلا مخلولك بيدعم المايكرو اس دي كارد، يعني بيدعم شريحتين او مايكرو اس دي كارد، وبرضه موجود فيه فينجر برينت، وبرضه بيدعم الشحن السريع، وبينزل باندرويد نوجت من اول ما تشغله، مش هتحتاج ان انت تحدثه. طبعا ده حاجه كويسه جدا جدا بالسعر اللي هو نازل بيه. بالنسبه للحاجات الرسميه فالمتوقع ان الموبايل ينزل في السوق الصيني بسعر 245 دولار بس. انتوا متخيلين ان موبايل ب 4 رام و64 جيجا ومعاه وممكن تزود كمان ذاكره خارجيه وبيجي باندرويد 7 وشحن سريع وفينجر برينت، كل ده بأقل من 250 دولار؟ فبصراحة برافو 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 نوكيا، بصراحة خطوة كويسة جدا، وهتقدر تشد نسبة كويسة جدا من الناس اللي بتهتم بالفئة المتوسطة، واحتمال برضو لما تعلن عن الموبايل اللي هو الفراكشيب منها تعمل حاجة زي كده وتخلي سعره قليل شوية عن الموبايلات اللي موجودة في السوق حاليا. اما بالنسبة بقى لميعاد اصدار الموبايل بشكل عالمي بقى ان هو ينزل في كل الدول وكده، فلسه للاسف مفيش اي اخبار ان الموبايل ينزل عالميا، لكن طبعا متوقع ان هو ينزل عالميا مفيش اي مشكله. وزي ما قلنا متوقع برضو ان هي تعلن عن موبايل فلاج شيب في شهر فبراير في معرض الام دبليو سي، فبرضو متوقعين حاجه كويسه جدا من نوكيا.
وبس ده كان فيديو النهارده، فيديو قصير شويه، لكن انا حاولت ان انا اجيب لكم فيه خلاصه الموضوع بتاع نوكيا والموبايل الجديد اللي هو النوكيا 6 ده. لو عجبك الفيديو اكيد ما تنساش لايك، واكيد تشترك في القناه عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه، وبرضه تعمل شير لاصحابك مثلا المهتمين بالموضوع او عاوزين يعرفوا مواصفات الموبايل وكده، وما تنساش اكيد تعمل لايك على البيج بتاعتي على الفيسبوك، بنزل هناك برضه تسريبات لموبايلات ومواصفات الموبايلات ورايي في الموبايلات، وبنزل هناك برضه كواليس التصوير وكده. وبس بشكر كل اللي شاف الفيديو للآخر. سلام.